هي الشغلة يعني شغلة هواي، وأنا من طلعت على الدنيا من وعيت على الدنيا كان بيتنا هيك، كان عندنا حديقة، كان عندنا مكتبي، كان عندنا ورد كتير. بيتنا القديم طبعا كان مثل هيك وأحسن، أحسن بكتير. الخيمة أبدا ما بتغني عن البيت، قد من كانت جميلة وقد من كانت مرتبة، بس أنا حاولت قدر الإمكان أني شبهها لبيتنا القديم. طبعا الأشخاص اللي حوالي أصحاب الخيام، أصحاب المخيمات اللي حوالينا، كانوا يستغربوا، كانوا يتفاجئوا كيف هيك، كيف عم بظبط خيمة، يعني بيقولوا أنه مثلا نحن مطولين أو بدنا نرجع. أنا بعرف حالي مطول لأرجع لبيتنا.